يلا جيت البنات، يلا دخلت جبت واحد لا كوموند ديال واحد السيده. يا البنات شوفوا كي ولات عاد تحيدات، عذباتني واحد الدرجه. انا من رمضان عاد كنتفكر هاد الكتوبه اللي عندي ديال الطبخ. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين في احسن الاحوال والظروف، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو ديال اليوم اللي مقلوب ومش قلب. غادي تشوفوا معايا هذا الفطور ديال اليوم كيفاش غادي يوجد. نهار سبحان الله، ساعات ولا كاينين شي نهارات كيدوزوا بحال هكا وكثار من هكا. اللهم لك الحمد في جميع الاحوال. بقاو معايا لاخر الفيديو وقولوا لي واش كيوقع لكم بحالي. البنات شكون فيكم بحالي؟ انا من رمضان عاد كنتفكر هاد الكتوبه اللي عندي ديال الطبخ. عاد كنجبدهم. المهم فاش كنسالي هكا الشقه وداكشي تنجلس واحد شويه كنرتاح مع راسي، عاد من بعد ندخل الكوزينه، يا اما كندور هكا على اليوتيوب، يا اما الا كان عندي شي مونتاج ولا شي حاجه راه كنحيدها، ولا كنشوف هكا الكتوبه ديال الطبخ اولا نشوف قنوات ديال الطبخ. هو ادم حتى هو كيشوف معايا. شنو عجبك تما ادم؟ شنو عجبك؟ كلهم. شنو هي اللي بغيتي نصايبوها؟ هادو شنو هما؟ هادو لي كريب ملونينهم دايرين فيهم الالوان. شنو عجبك هنايا؟ وريني شي حاجه عجباتك. هادو مقبلات، هادو دواجن والطيور. هادي عجباتك لي كريب بالشكلاط، كتموت على الشكلاط نتايا. بيتزا والكيش لي صوص، هادو الكاب كيك والبوب كيك. زوينه هاد الكتابه البنات. المهم هادو راكم عارفينهم موجودين في الاسواق ديال رشيده امهاوش اللي لا يعلى عليها. وكانوا عندي مازال كتب واحد اخرين خليتهم في داري لهي في بيبيوتك في الدروه. وهادو اللي كنت جبت معايا، ممكن باقيين شي وحده اخرين ما عقلتش فين درتهم. المهم هادو مساكن كما قلت لكم ما كنتفكروا ما في رمضان. سبحان الله العظيم، ملي كنكونوا صايمين كنبداو نقلبوا وكنتفرج حتى كنشوف حتى نعيا، وفي الاخر كنوض ندير شي حاجه لا علاقه بهادشي. المهم كيعطيونا افكار وصافي. الكريب بالكفته، بلاص كنقطع هنا البطاطا باش ندير هاد السلق. غنقطعها بحال هكا دواور كيف ما كتشوفوا. غادي ندير بها ان شاء الله غراتان ديال البطاطا بالبيشاميل. وحدايا هنايا كوكوت اللي قطعت اللوحه هنايا. اليوم دخلت الصراحه معطله شويه الكوزينه، كنتمنى ان الوقت يكفيني. ها هي البطاطا رديتها تسلق، ندير معاها شي شويه ديال الملح. غادي تبان لكم كميه كثيره ولكن راه كتكال عندي انا، اكثر حاجه كتستهلك هي البطاطا. كلي كانوا كياكلوا الخضره الاخرى كامله بحال البطاطا. المهم غادي نخليها تسلق، نسد عليها ونخليها تسلق، وغادي نمشي نحضر داكشي الاخر. هنا عندي واحد الكميه قليله الصراحه ديال الكفته اللي بقات ليا، وما فيا ما نخرج، ما غاديش نخرج باش نجيبها. المهم هادشي غنقضي به باش غنكثر هاد الكميه. غادي نحك الخيزو والقرعه كورجيت ونزيدهم معاها باش نخدم بها في هاد الكراتان ديال البطاطا. هنا البنات هاي الخضره ديالتي صافي طحنتها باش نخلطها مع الكفته وتجي مع الكفته، حيت الدراري ما تيبغيوش ليا الخضره الا كانت شويه باينه. هنا شويه ديال الثومه، واحد رويس ديال الثومه اولا طريس ديال الثومه محكوك، والكفته غادي نخليهم تنديرهم يتقلاو مع شويه ديال زيت الزيتون. هنايا وجدت غادي ندير واحد الصوينيه هكا في الفران بسرعه ديال الدجاج. هنا درت بصله مقطعه شرائح طويله، خيزو
والدجاج غادي نديرو. وبالنسبه لهنا هنا كيف قلت لكم درت شويه ديال القزبر ومعدنوس هكا مطحونين وشويه ديال الاعشاب المنسمه. غادي ندير الدجاج واخا راه باقي ما ديكونجوراش مزيان ولكن معليش المهم باش يشرب ديك التتبيله حتى الوقت المناسب. وغادي ندخلو الفران. غادي ندير عليه هنا شويه ديال العطريه الملحه والابزار وشويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم وشي شويه ديال البابريكا والكمون وشويه ديال السودانيه الى عندكم. المهم انا هادشي اللي تندير في الدجاج ملي تنبغي ندخلو الفران. طبيعه الحال زيت الزيتون وكل واحد والذوق ديالو، يعني ممكن نزيدو عليه شي حوايج. كون مبغيتش ندير بطاطا لان ديجا دايره الكراتان ديال البطاطا فسي با لا بين. اي نوع اخر من الخضر الا زدتو ما غاديش يتكال، فاكتفيت غير بالجزر. شوفوا يا البنات حتى اليوم اللي دخلت انا الكوزينه معطله عاد البوطه سالت ليا. دابا عندي وحده سكر ولكن غادي تزيد تعطلني وما كنحملش نبقى نبدل البوطه وما كاينش راجلي غادي يجي معطل. لا اله الا الله وصافي. البنات تعكست ليا ما بغاش تحيد ليا هذه، شحال انا مضربه معاها باش تحيد. درت ليها الموس ما بغاش تحيد، كندير ليها هادي. لا حول ولا قوه الا بالله وانا كحاسه براسي معطله. كي غندير ليها يا البنات شوفوا كي ولات عاد تحيدات، عذباتني عذباتني واحد الدرجه. شدي كي ولات كليتها لا حول ولا قوه. انا البنات عاد كملت البوطه واخا عصباتني الصراحه. هادو هما لصوص الوقت، ما كتعرفي الحاجه منين كتخرج لك الوقيته اللي كتكوني انت مزروبه اولا معطله عاد كتخرج لك شي حاجه من الجنب. المهم ضربت معاها عصباتني ضربتني في يديا تعكست ليا حتى هي، ماشي زعما ماشي اول مره انا غادي نبدل البوطه ولكن تعكست ليا اليوم. ما عليناش الحمد لله بجميع الاحوال. صافي انا درت دابا هاد الخضره كتشحر وغادي نطلق الكتاته هي تشحر معاها. ومن تالي من هذه غادي ندير البيشاميل. دابا عاد سخنات سميتها الكوكوطه هي عاد بدات كطلق البخار. البطاطا شوف منين تا وانا دايراها عند بالي البطاطا راها قريبه تطيب وكنقول لها ما كتصفرش الكوكو. من جيت نطلقت البوطه صافي غتصفى. حطيت هذا بغيت نصايب واحد الكيكه هكا مزروبه البيض راه كنت خرجتو قبيله شويه من شو الشارجور فيه، خرجتو قبيله من الثلاجه باش يدفى. ويلاه وجدت هادشي حطيته باش نبدا بالزربه. عيطات لي واحد السيده غادي تجيب لي واحد الامانه ضروري خصني نخرج عندها للشارع غير هنا ضروري. والسيده شاده طريق يعني ما بقاش ليها بزاف حتى 5 دقائق وغادي توصل عندي هنا. احنا عليها كنهضروا هادو ما لا لا اله الا الله وصافي. زعما سبحان الله النهار اللي انا معطله فيه وتابعني شحال من حاجه خصني نقضيها والبوطه دارتها بيا ساليت مع البوطه. انا دابا خصني نخرج عند السيده كنتمنى غير نتلاقى انا وياها ما تعطرش عليا هي ما نبقاش نتسنى باش دغيا دغيا نرجع نكمل هذا الشيء لانه ما بقاش الوقت. عرفتوا البنات شحال الساعه دابا؟ واو عرفتي الخمسه يا البنات قل شي 2 دقائق ولا 3 يعني ما بقاش ليا الوقت بزاف. خاصني ضروري ندير هذا الشيء طيب باش ما نتعطلش. المهم غادي نمشي نتلاقى السيده ناخذ من عندها الامانه بالزربه ونرجع. هذه ضروريه شي حاجه اللي ضروريه ماشي شي حاجه اللي غادي تسنى. المهم عاد نرجع ان شاء الله ونكمل معاكم. انا لبست البنات الجلابه، لبست جلابتي باش نخرج عند السيده. درت الكمامه ونهز معايا الورقه ديالي بطبيعه الحال كتكون في وسط منها لاكارت ناسيونال ضروري باش نخرج. غادي نخرج دابا باش ما نتعطلش عليها وكنتمنى نلقاها واقفه باش ما نتعطلش انا اصلا. صافي ندي معايا سويرتي ايوا حتى نرجع ثاني ونكمل معاكم ان شاء الله. يلا جيت البنات يلا دخلت جبت واحد لاكوموند ديال واحد السيده شحال هادي وهي باغاها. سخفت هاد السويرت واحد لاكوموند ديال واحد السيده جابتها ليا واحد الاخت الله يجازيها بخير. حيت انا ما يمكنش ليا نمشي حتى للشركه ديال تيبروير نمشي نكملو دابا في الكوزينه. عرفتوا البنات عرقت السيده ما عرفاش هاد البلاصه وقفات بعيده عليا مشيت كنجري ورجعت كنجري.
يلا نمشيو نكملو. هنا يلا جيت البنات، يلا دخلت الكوزينة حيت جلابتي، وغادي نبدا ديك الكيكه اللي قلت لكم حيدها دغيا دغيا. الكيكه اللي غنزينها ان شاء الله بالكريمه والشوكولاط، فخليكم معايا. شنو مزال خصني هنا؟ الكاكاو. ها نبدا هاد الكيكه هادي اللي ما كتبش ليها تبدا لحد الساعه. المهم نديرو البيض، شفتو ملي كتعكس الحاجه سبحان الله العظيم التهراس ديال البيض تعكس، استغفر الله العظيم. ربعة البيضات غادي ندير معاهم كوب ديال السكر هذا اللي كنهضر به، غادي ندير فاني. هذه كيكه عاديه يا البنات، عاديه جدا، غير هو غادي في الاخر غادي ندير لها الكريمه، وندير شويه د الملح بعدا. صافي غادي نبدا نخلط. عندك كيطير عليا كلشي، صافي البنات هنا حتى كيولي عندنا الخليط بيض كريمي. وغادي نزيد الزيت، كاس ديال الزيت. سبحان الله العظيم حتى الصباح حتى الفيديو اللي بغيت نحطو ديال اليوم اللي غادي تشوفوه اليوم حتى هو تعكس ليا، ما بغاش يدوز شي ساعه د المكانه باش هو داز في اليوتيوب وبقى معطل ليا في الخدمه وما عرفتش علاش. المهم البنات صافي زدت واحد ديال الكاس ديال الماء، اي باش تعرفوا كاس ديال الماء. ممكن ديروا الحليب الا بغيتوا، انا ما درت غير الماء. حتى الماء مزيانه البنات كتجي فيه به الكيكه خفيفه، خصوصا الا درتوا الماء طيب. ممكن درت انا غير الماء عادي مع المزروبه دابا، الله يسر هذا الفطور ديال اليوم كيفاش غادي يصدق. صافي من بعد زدت الدقيق وزدت دوك الساشيه ديال الكاكاو، ما درتش غير وحده، درت جوج باش يجي داك مذاق الكاكاو هكا باينه، يجي باين بركه عليه غير بحال هكا باش تجينا خفيفه الكيكه. المول باقي كاع ما وجدتو، نسيتو واحد شويه ديال الخل، غير شويه هكا باش ما تجيش ديك الزفوره ديال البيض، وفي نفس الوقت الكيكه كتجي هشيشه وخفيفه. هنا شديت واحد المول هكا ودرت فيه هذاك البابي سوفريزي، وغادي نكب فيه الكيكه ديالي. درت غير هذا، هو اللي بان ليا دابا هو اللي قريب ليا. وانا اصلا الكيكه بغيتها تجي شويه هابطه، ما بغيتهاش تجي طالعه. بسم الله. صافي البنات الكيكه ديالي راه درتها في الفران، درتها في فرن بارد ماشي بالضروره يكون سخون. اصلا الكيكه ما خصكمش تخشيوها في الفران سخون باش تطلع على خاطرها. حتى داك الدجاج حتى هو راه درته في الفران ديال الغاز، يعني شعلت كاع الفران اللي كاينين، درته في الفران ديال الغاز، غطيته بهذاك البابي كويسون، درت فوق منه البابي الومنيوم، صافي ودرته في الفران ديال الغاز. البيشاميل راه درت واحد شويه ديال الزبده في كاسرونه كتذوب، وغادي ندير الدقيق نخلطهم، وعاد من بعد نبدا نزيد هذا الحليب شويه بشويه. وغادي نقول لكم الى البيشاميل بغيتوها تطلع لكم لذيذه مني تساليو، يعني في المرحله الاخرى زيدوا هذا الفرماج هذا، خصوصا هذا ديال اوغلون. هذا البنات انا هو اللي كناخذو دائما، ثمن مناسب وجوده ممتازه، يعني احسن نوع. كاينين طبعا بحال انواع احسن بحال بريزيدون بحال سميتو، ولكن كيكونوا شويه الثمن طالع. المهم كاين هذا، كاين ديال تشيدر تيكون شويه صفر على هذا. هذا كتزيدوه في لاصوص بيشاميل كتجي لذيذه لواحد الدرجه ما تخيلوش. جربوها وردوا عليا خبر. فوالا البنات البطاطا راه وجدات عندي. هذا سميتو الفروماج ديال الموتزاريلا، غادي نحكو. واخا من الاحسن يكون عندكم فروماج ايدام ولا غودا ولا المهم اي نوع اخر من الفروماج، داك الفروماج الاحمر العادي. لكن دابا حاليا ما عنديش، كنت وصيت راجلي يجيبو معاه ساعه، ما جابوش. غادي ندير غير هاد الموتزاريلا،
ندير البطاطا، ندير الطبقه الاولى ديال البطاطا. البطاطا البنات راه كل ما طابت مزيان كتجي حسن، كتجي ألد، يعني واخا تكون طايبه مزيان بالعكس كتجي بنينه. معلقه كانت حدايا ما عرفتش فين مشات. الكيكه راه كطيب عندي في الفران ديال الضو، وهذوك الدجاج راه درتو كيطيب في الفران الاخر ديال الغاز، غادي يطيب نحيدو ان شاء الله وندير هذا، ندير هاد الكراطان. غادي ندير ديك الكفته اللي وجدتها مع الخضره. غادي ندير البيشاميل عاوتاني بحال هكا، نخلي باش ندير من الفوق. ندير شويه ديال الفرماج بحال هكا، نخلي حتى هو باش غادي ندير من الفوق. صافي ندير داكشي اللي بقى ديال البطاطا. طبيعة الحال البنات باسوار الا كانت عندكم في ديال اينوكس يكون احسن، انا باقا ما خديتهاش، خاصني ناخذها، كانت عندي وحده وكانت ما صدقاتش صدات فحيدتها لحتها، ودابا راه كنخدم غير ديال البلاستيك، و راكم عارفين ديال البلاستيك مع السخونيه ما كيتلاقاوش. تناخذ ان شاء الله شي وحده من ايكيا ولا عاوتاني لاصوص بيشاميل اللي بقات ليا من الفوق. شوف بعدا واش كيصور ولا لا، كتصور واش مرات كيديرها بيا، كنلقى راسي كنهضري مع راسي. صافي غادي ندير نخليه حتى يخرج الاخر من الفران وندخلو هاد الكراطان. اوغوزمون اوغوزمون عندي الحريره اليوم البنات، يعني باقا ليا من نهار الاول باقا وباقا كثيره. صافي غادي نسخنها، ما كنشربوهاش بزاف بصراحه الحريره، انا ما كنشربهاش بزاف، راجلي كيشرب غير وحده زلافه وحده صافي، الدراري ما عندهمش معاها. فانا رمضان غالبا رمضان كله الا درت فيه الحريره مره ولا جوج صافي، الاغلبيه كتشرب عندي الشوربه ولا لي سوب هكا بمختلف انواعهم، حريره لا. بالنسبه للكريمه اللي غادي ندير، كاين السكر هنا، انا درت هنا تقريبا جوج معالق ديال السكر، ما عامرينش. غادي ندير معاهم نشا، او خطير. حتى هي تقريبا غندير جوج معالق. سربي الله يرضي عليك سربي. ندير واحد الساشيه ديال الكاكاو البنات. الكاكاو ننصحكم تاخذوا هذا ولا ديال اقبال، كاين ديال اقبال حتى هو، هادو مزيانين، اولا شي انواع اللي كتكون معروفه عالميا معروفه. كان عندي واحد زوين ديال من امريكا، كان جابته ليا مرات خويا، زوين واعر. شو سميتو، هيرتشيز، هيرتشيز خطير خطير، شي حاجه اللي واعره، كانت جابت ليا بواطه كبيره ودات ليا مده طويله ولكن تقاده لان كنستعملو. ايوا مشى بحالاتو تقاده. فالمهم بالنسبه لي شنو متوفر عندنا حنايا، هادو ديال العبار البنات ما تبقاوش تاخذوه. العبار غالبا ما تيكونش كاكاو زعما بوحدو صافي، انا كيجي لي الله ما عرفتش كيزيدوا مع شي حاجه، خصوصا داك اللي كتلقاو كحل بزاف، يعني راه ملونات تمايا والله اعلم اش داك العجب تمايا، يعني حاجه ماشي موثوق فيها. من الاحسن خذوا لكم هذا ديال ايديال كيف ما قلت لكم، اولا ديال اقبال. هنا غادي نزيد الحليب هنايا وغادي نحرك حتى يعقد عندي الخليط، وفي الاخر غادي نزيد مورسو من هاد الشكلاط. هاد الشكلاط البنات حتى هو زوين للباتيسري ديالكم، هذا خاص بالبراونيز. لقيت واحد لوفخ دايرين جوج، يعني وحده لا دوزيام كتكون موان 50%، يعني راه مزيانه. المهم غادي ندير الحليب ونخلط هاد الشيء حتى يعقد ليا، وغادي نزيد واحد المورسو من هنايا اولا جوج كنزيدهم ونخلط مزيان. صافي والكريمه كتكون واجده عندي اللي غادي نزيد على الكيكه ملي نطيب ان شاء الله. بالنسبه لهاد الكريمه اللي قلت لكم دابا،
راه كتجي في مذاقها بحال دانيت تماما. راه ممكن ديروها، راه كندير انا نص تحليات هكا في الكؤوس، كندير مثلا نص بالشوكولا ونص بيض، يعني ما كديروش الشوكولات، كديروا الفاني في بلاصه الشوكولات مع النشا والحليب، كديروا نص نص بحال هكا كتجي زوينه. الاولى ديروها مع الكريمه باتيسيير، المهم كتجي كتحليه كتجي زوينه بزاف. انا هنا كنديرها شي شويه يعني ما عقدش بزاف باش كنديرها فوق الكيك، كتجي رائعه وراها معتمده عندي سنين، هذه زوينه بزاف، كتجي بحال دانيس تماما في المذاق. ايوا الغزالات ديالي، ما تنساوش الاشتراك، عافاكم اشتركوا، راه بزاف منكم كيتفرجوا وهما ما مشتركينش، فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال القناه، وخليوا لي لايكات وخليوا لي تعليقكم اللي كتفرحني بزاف. ايوا قولوا لي شنو بان لكم كي جاكم الفيديو ديال اليوم. صراحه بزاف الايام كدوز علينا بحال هكا وكثر، ولكن الواحد خصو يركز ويعرف راسو شنو تيدير ويستغفر الله. دائما كلمه استغفر الله العظيم في فمنا، والامور ان شاء الله غادي تمشي بخير وعلى خير والحمد لله في جميع الاحوال. المهم كيف ما شفتوا معايا، اللهم لك الحمد قدرت انني نحط الفطور في الوقت المناسب، اللهم لك الحمد. ما عاوني حتى شي حد اليوم بوحديتي، كلشي درتو لراسي. المهم الوليدات بعدا راه داروا عقلهم، كانوا جالسين مريحين في البيت، كانوا خارجين بطبيعه الحال لعبوا نقزوا شبعوا تعياو، ولكن في الفترات اللي انا كنت مشغوله بزاف راه جلسوا في بيتهم وداروا عقلهم. هذه هي الطاوله ديال اليوم، البنات جربوا ديك الكيكه راه كتجي رائعه، سهله بزاف واقتصاديه، وكذلك الكراتان ديال البطاطا كيجي لذيذ بزاف، والدجاج بديك الطريقه في الفرن حتى هو كيجي لذيذ بزاف بزاف. شكرا لكم على حسن المتابعه، وكنضرب لكم ان شاء الله موعد في الفيديو القادم ان شاء الله غدا بحول الله.